شاهدنا أن التفرع الضخم يفضل أن يكون في الوضع الاستوائي بعكس الوضع المحوري. في هيئات الكرسي أحيانا نحتاج لنحدد كمية الفرق في الطاقة بالأرقام، خاصة بالنسبة للتفرع الضخم للهكسان الحلقي. لدينا هنا جدول يبين القيم للفرق في الطاقة بين الوضع الاستوائي والمحوري. الكلور، مجموعة الكلور هي في أول الجدول للوضع الاستوائي ب2 كيلو جول، أو اتش هي 4.2 بعشرة، ومجموعة المثل هي 7.6 بالعشرة للكل، ومجموعة الإيثل هي 8، ومجموعة بروبل هي 29%، والمجموعة الضخمة مجموعة تري بيوتيل 22 و22 و8 بالعشرة. حسنا، نفحص مثال الآن للسايكلوهكسان بثلاث تفرعات، ونحاول أن نجد أي هيئة من هيئات الكرسي هي الأكثر استقرارا. لنبدأ برسم حلقة الهكسان الحلقي. هذا الجزيء يسمى نيومنثل كلورايد. هذا الجزيء لديه مجموعة ايزوبروبيل تخرج منه عند الكربون رقم 1، ولديها أيضا مجموعة كلور عند الكربون الثاني، ومجموعة مثل تبتعد عنا عند الكربون الرابع. هنا 1 2 3 4 5 6. إذا هذا نيو منثل كلورايد. إذا حاولنا رسم هيئة الكرسي له، سنرسم ببطء. هذه هي هيئة الكرسي، سنسيل للأعلى، للأسفل، للأعلى، للأسفل، للأعلى، ومن ثم للأسفل، والاستوائية ستكون للأسفل، للأعلى، للأسفل، للأعلى، للأسفل، للأعلى. لنرسم الهيئات الأخرى الكرسي. حسنا، سنرسم ببطء شديد. نرسم الكرسي الآخر، يبدو بهذا الشكل. هذا الآن الكربون رقم 1، للأسفل، للأعلى، للأسفل، للأعلى، للأسفل، للأعلى، ومن ثم الاستوائية ستكون للأعلى، لأسفل، لأعلى، لأسفل، لأعلى، ولأسفل. لنبدأ بوضع المجموعات عليه. عند الكربون رقم 1 لدينا مجموعة ايزوبروبيل للأعلى. هذا هنا الكربون رقم 1 على هيئة الكرسي الأولى، هذه مجموعة الأيزوبروبيل للأعلى بهذا الشكل. وعند الكربون رقم 2 لدينا الكلور للأعلى، هنا الكربون الأعلى، سنضع الكلور للأعلى بهذا الشكل، آسف، الكلور ليس الكربون. وعند الكربون الرابع لدينا مجموعة مثل، هذا الكربون الرابع، ومجموعة المثل يجب أن تكون للأسفل، نسميه لمستوى الحلقة طبعا. إذا هنا مجموعة المثل باتجاه الأسفل. متى هذه الهيئة للكرسي تخضع لانقلاب الحلقة؟ فإن مجموعة الأيزوبروبيل عند الكربون رقم 1 في هيئة الكرسي الثانية، مجموعة الأيزوبروبيل كانت للأعلى ومحورية، لذا ستكون في النهاية للأعلى واستوائية بهذا الشكل عند الكربون الثاني. هذا الكربون الثاني اللي كان لدينا الكلور الذي كان للأعلى واستوائي، إذا الكلور سيكون في النهاية للأعلى ومحوري بعد انقلاب الحلقة. شاهدوا الفيديوهات السابقة لتعرفوا كيفية عمل انقلاب الحلقة. وعند الكربون الرابع لدينا مجموعة المثل وهي للأسفل ومحورية. حسنا، وستكون في النهاية للأسفل واستوائية. الآن لدينا هيئتين للكرسي، ليس من الواضح مباشرة أي منهما هي الأكثر استقرارا. لإيجاد هذا نحتاج إلى أن نفحص الجدول في الأعلى. إذا بدأنا بمجموعة الأيزوبروبيل في هيئة الكرسي على اليسار هي بوضع محوري، وعلى هيئة الكرسي على اليمين هي استوائية. هناك فرق في الطاقة تترافق مع التغير في الوضعية لمجموعة الأيزوبروبيل، وذلك الفرق في الطاقة هو 9.2 جول لكل مول، أو كيلو جول لكل مول. إذا الهيئة على اليسار لديها طاقة إضافية بمقدار 9.2 كيلو جول لكل مول من الإجهاد، لكل مول من الإجهاد. لنفحص الكلور.
هنا على اليسار الكلور بوضع استوائي، أما على اليمين فهو محوري. إذا نعلم أن الكلور في البداية كان بوضع استوائي، ولنرى كم هو الإجهاد الذي يعطيه عندما يكون محوري. ما هو فرق الطاقة؟ هو 2. إذا في الهيئة أو التكوين على اليمين، الحصول على هذا الكلور محوري يعطي 2 كيلو جول لكل مول إضافية من الإجهاد. في النهاية لنفحص مجموعة المثل. هنا لدينا مجموعة المثل محورية على اليسار وعلى اليمين، هي استوائية. إذا في البداية كانت استوائية، وبوضعها بشكل محوري سيعطي إجهاد إضافي. كم هو الإجهاد لوضع مجموعة المثل بشكل محوري؟ يساوي 7.6 كيلو جول لكل مول. إذا الهيئة على اليسار لديها طاقة 9.2 من مجموعة الايزوبروبيل، و7.6 من مجموعة المثل. إذا الهيئة على اليسار لديها طاقة أعلى بكثير من الهيئة على اليمين. إذا الهيئة على اليمين هي الأكثر استقرارا. الجزيئ يستغرق معظم وقته في الهيئة على اليمين. إذا الكلور هو محوري. إذا بالنسبة للنيومنثل الكلورايد سيستغرق الجزيء معظم وقته في الهيئة على اليمين مع وضعية الكلور المحوري. ويمكن أن يكون هذا مهم بالنسبة للتفاعلات الكيميائية والتي سنتحدث عنها في فيديوهات أخرى، لنقارن هذا المركب مع المنثل الكلورايد. هما متشابهين من ناحية الصيغة البنائية. لنرسم حلقة السايكلوهيكسان للمنثل الكلورايد، طبعا هذه التسميات في اللغة الإنجليزية. حسنا، أيضا لديه مجموعة ايزوبروبيل خارجة باتجاهنا، وعند الكلور الأول، هذا عند الكلور الأول، وعند الكربون آسف الكربون الأول وهذا الكربون الثاني، لديها الكلور بشكل مبتعد عن أعيننا. هناك مجموعة المثل مبتعد عننا أيضا عند الكربون الرابع. المنثل الكلورايد والنيومنثل الكلورايد بنفس ترتيب المجموعات، يكون الكلور مبتعد عنا هنا عند الكربون رقم 2، وكل شيء آخر هو متشابه. إذا نرسم هيئات الكرسي للمنثل الكلورايد. إذا هنا هيئة الكرسي، هنا نسير للأعلى، للأسفل، لأعلى، لأسفل، لأعلى، لأسفل، وللاستوائي لأسفل، للأعلى، أسفل، أعلى، أسفل، أعلى. لنرسم الهيئة الأخرى الآن. إذا سنرسم ببطء حلقة السايكلوهيكسان، وهذا الآن الكربون رقم 1، ونسير للأسفل، لأعلى، لأسفل، لأعلى، لأسفل، ولأعلى، ومن ثم لأعلى، أسفل، لأعلى، لأسفل، لأعلى، لأسفل. إذا الآن لدينا كرسيان. لنركز على الكربون الأول، حيث مجموعة الأيزوبروبيل تخرج باتجاهنا، إنها باتجاه الأعلى بالنسبة للمستوى. إذا مجموعة الأيزوبروبيل ستكون الأعلى عند الكربون 1، هنا عند الكربون 2 الكلور سيكون للأسفل. إذا هنا الكربون 2 والكلور سيكون لأسفل. هذا يجب أن يعني أن الكلور هو محوري بهذا الشكل. وعند الكربون 3 مجموعة المثل تسير لأسفل، آسف، عند الكربون رقم 4 مجموعة المثل ستكون باتجاه الأسفل. إذا عند الكربون 4 هنا مجموعة المثل يعني ستكون للأسفل. عندما تخضع هذه الهيئة لانقلاب الحلقة، مجموعة الأيزوبروبيل عند الكربون الأول ستذهب الآن إلى هنا، كانت الأعلى في الوضع المحوري، الآن ستكون الأعلى بالوضع الاستوائي عند الكربون 1، والكلور كان للأسفل بوضع محوري عند الكربون 2. عند انقلاب الحلقة سيكون للأسفل وبوضع استوائي. ومجموعة المثل عند الكربون 4، هنا الكربون 4 في الهيئة الثانية للكرسي، مجموعة المثل كانت للأسفل بوضع استوائي، والآن ستكون للأسفل وبوضع استوائي. إذا سأضع مجموعة المثل هنا. أي من هذه الهيئات هي الأكثر استقرارا؟ حسنا، نبدأ بمجموعة الأيزوبروبيل على اليسار، هي بوضع محوري، وعلى اليمين هي بوضع استوائي، يعطي 9.2 9.2 كيلو جول لكل مول.
من الإجهاد الإضافي. إذا لدينا 9 و2 بالعشرة كيلو جول لكل مول طاقة إضافية. على اليسار الكلور، على اليسار هو محوري وعلى اليمين استوائي. إذا مرة أخرى، الموجود على اليسار سيحصل على إجهاد إضافي يساوي 2 كيلو جول لكل مول. إذا سنضيف 2 كيلو جول، وفي النهاية لدينا مجموعة المثل بوضع محوري. وهنا مجموعة المثل الاستوائية مرة أخرى، مجموعة المثل المحورية ستقدم 7 و8 بالعشرة من الإجهاد الإضافي. إذا من الواضح 7 و6 بالعشرة أن الجزيء أو الهيئة على اليسار لديها طاقة أكثر من الهيئة على اليمين. إذا الهيئة على اليسار اليمين ستكون الأكثر استقرارا. كل المجموعات بها بوضع استوائي، لذا المنثل الكلورايد سيستغرق معظم وقته في هذه الهيئة. معظم وقته سيكون في الكلور، فيها الكلور بوضع استوائي. وفي التفاعلات التي سنتناولها في الفيديوهات المستقبلية، ذرة الكلور يجب أن تكون بوضع محوري حتى يحدث التفاعل. إذا بسبب أن المنثل الكلورايد سيستغرق معظم وقته في هيئة في هذه الهيئة، فإنه لن يتفاعل بنفس السرعة عن طريق هذه الآلية، لأنه في معظم الوقت الكلور فيه سيكون وضع استوائي، فقط جزء صغير من الكلور سيكون محوري. هذا في تناقض مع المثال السابق للنيومنثل كلورايد، حيث أن النيومنثل كلورايد يستغرق معظم الوقت مع الكلور في الوضع المحوري. إذا من أجل التفاعل، بما أن النيومنثل كلورايد يستغرق معظم الوقت بحيث يكون لديه أو فيه الكلور بوضع محوري، فإنه من الأسهل لهذه الآلية أن تعمل. لذا فإن الآلية ستعمل بسرعة أكبر بالنسبة للنيومنثل كلورايد، أكثر من المنثل كلورايد معامل حوالي 200. من أجل هذا يجب أن نفهم الهيئات أو التكوينات حتى نفهم كيف تحدث التفاعلات المختلفة.